مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، حيث نتوقع أن تتسع رقعة الأمطار في لتشمل معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية والغربية من المملكة. هذه الأمطار هي أمطار ربيعية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وقد تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في معظم أجزاء المملكة، لكنها غائمة جزئيا في المناطق الشمالية وغائمة في المناطق الغربية مع سقوط زخات رعدية من المطر. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 33 والصغرى 22، المرتفع المناطق الشمالية الشرقية 33-22، أما المناطق الغربية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر 35-25، والمنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر 23-15، منطقة الرياض 32 معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32-22، والمنطقة الشرقية 34-20 درجة مئوية. يوم الاثنين بإذن الله تنتشر الأمطار وتتسع لتشمل المناطق الشمالية، تشمل المناطق الشمالية الغربية أجواء غائمة وماطرة، زخات رعدية من المطر العظمى 30 والصغرى 20، المنطقة الشمالية الشرقية ماطرة وزخات رعدية من المطر 31-18، وأيضا المنطقة الغربية زخات رعدية من المطر 36-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-15. الأمطار تكون أحيانا مصحوبة ببرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. منطقة الرياض غائمة جزئيا بشكل عام، معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 32-23 درجة مئوية، والمنطقة الشرقية 33-21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تشمل الأمطار المناطق الشمالية، لكن تضعف فرصة الأمطار في بقية المناطق. المناطق الشمالية الغربية غائمة وماطرة 27-15، والشمالية الشرقية ماطرة 30-19، المناطق الغربية 38-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-16 درجة، ومنطقة الرياض 32-25، والمنطقة الشرقية 33-23 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء، تستمر أو يستمر هطول الأمطار في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. أما الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية، أجواء باردة نسبيا وباردة ليلا 21-10، والمناطق الشمالية الشرقية 22-11، المنطقة الغربية 36-23 مع زخات رعدية من المطر، والمنطقة الجنوبية الغربية 24-15، والمنطقة الوسطى والرياض 36-23، والمنطقة الشرقية 32-22 درجة مئوية. أما يوم الخميس، يوم الخميس تمتد الأمطار وتشتد في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتكون زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول أحيانا. المنطقة الشمالية الغربية أجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا 22-12، والمنطقة الشمالية الشرقية باردة نسبيا نهارا باردة ليلا 20-12، والمنطقة الغربية رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة 31-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 22-15، ومنطقة الرياض زخات رعدية من المطر 34-20، والمنطقة الشرقية زخات رعدية من مطر 30-20 درجة مئوية. يوم الجمعة في المناطق الشمالية
استقرار على الأجواء، أجواء مشمسة لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 26 والصغرى 16، المنطقة الشمالية الشرقية 22-13، وهناك أمطار وزخات رعدية من مطر غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في المنطقة الغربية وأيضا منطقة الرياض، في المنطقة الغربية 34-25، المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر 22-15، ومنطقة الرياض زخات رعدية من المطر 26-18، والمنطقة الشرقية نشاط في الرياح وإثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية 27-18 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.